أعلن البروفيسور علي شمو رئيس مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن اختيار الشاعر عبد الله شابو شخصية العام عبد الله إبراهيم موسى عبد الله شابو ليتم تكريمه ضمن الفعاليات الختامية للدورة الخامسة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق كورال بالخرطوم لإطلاع رأي العام حول الفعاليات الختامية لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها الخامسة، والذي شهد حضورا نوعيا من المهتمين بالثقافة والأدب بجانب أجهزة الإعلام المحلية والإقليمية. وقال الأستاذ صالح محمد علي مدير أول قطاع الاتصال المؤسسي بشركة زين وعضو مجلس أمناء الجائزة إن الشركة حريصة على استمرار هذه الجائزة وإن الدورة الخامسة ستأتي بشكل مختلف. من بداية الدورة مجلس الأمناء وضع تصور إن الدورة الخامسة تكون متميزة عن الدورات الأربعة الماضية ويكون فيها يعني تتويج وحصاد للعمل الأربع سنين الماضية. من جانبه كشف الأستاذ مجذوب عيدروس الأمين العام للجائزة عن الجديد في هذه الدورة المتمثل في زيادة عدد الأعمال المقدمة من مختلف البلدان. بدأنا ب 312 عمل والآن عندنا 708 عمل في هذه الدورة ولأسماء كبيرة في الوطن العربي وفي السودان. كما أعلن في المؤتمر الصحفي عن إدخال محور الشعر ضمن المنافسة وذلك للمرة الأولى، وفي هذا السياق ستقام ليلة شعرية في أمسية الثلاثاء 17 من فبراير الجاري بقاعة الصداقة. وصلنا إلى نتيجة أنه لابد من إقامة ليلة خاصة بالشعر، على الأقل نلتقي بشعراء كبار يعني لهم أسماءهم في مسيرة الشعر العربي عموما. الجدير بالذكر أن فعاليات الجائزة ستكون يومي 18 و 19 من فبراير الجاري بقاعة الصداقة، وسيتخلل البرنامج الفعاليات ندوات علمية تعرض فيها أوراق عمل يقدمها أدباء من داخل السودان وخارجه. المشهد العام كان دليل على تلاقي عبقرية المكان والزمان والإنسان، وكان دليل عافية ثقافية تؤكد أن الخرطوم دائما ما تحتفي بأدبائها وأن هذه الجائزة تسير في الطريق الصحيح. دلوقت العمل اللي بنقوم به يعني زين في المنار الثقافي عمل عملاق جدا تشكر عليهم.